سميتهم فرحتي شاركوني بسمتي يبعد الهم لما نشتم عطر عطرديه اي روحي مشتاقه وتحل وتارسي عيوني الحزن بيد شمعه قلب دمعة يقول تواسب ما ألقى مثل هم وين ما أمشي لما ضيعتهم ضيعت كل هم ضيعت ما ألقى مثل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون وأُفَوِّض أمري الله ان الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة صلى الله عليك يا مولاي رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدع وقل الفدع يا قتيل العدع ومسلوب العمامة والردع يا سيد الشهداء غَرِيبٌ يا مظلوم كربلاء يا محي الزوار يا علي، تحكي مآسيك الجسام شجوني أم الْبَنِينِ وسكوني يا نبعه الشرف المؤثل بالتقى أهرام تخدير روايا تحصين للطف أربعة دعتهم أمهم سيروا الى نصر الحسين بني انا امك يا ام البني بكم ألا تخيب ظنوني أوصيكم بالصبت صبت محمد لو صايا هل من ناصر ومعين لا تتركوه فهو مهجة فاطم وهو البقية من بني يا عسيني من مبلغ أم البنين بنينهم قد صرعوا يا غصصا من منوني قد جاءها بشر بن حذل مناعي أبناءها في عبرة ورنين فاستقبلته وهي تمسك قلبها يا ايها الناعي فلا تؤذيني فاجابها ان الحسين بكربله عار بلا غسل ولا تكفين عادته وولده تك سالم أفديك كل عشيرتي وبنيني كادت تموت على صريختها هاشم من عظمي وقع فاضع وشجوني بالله استعد للبواج يم البني ردوا يتامى وانذبح عباس وحسن يم البني ذبحوا كلهم على القوم وحسين ظل معفر ومكسور الأضلاع ومخدرة حيدر علي فرد بلقنا عوي الحرم والنار تسعر بالصياوي يم البنين الذبحوا كلهم ضمائر وضلوا ثلاثة ايام على الغبره راية وليتش نظرت على النهر شايل الراية محزوز راسه مقطع شمال واليمين يم البني جي 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 الأربعة ما حد فانهم دمهم غسيلهم ويتري صعير شفانهم ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم فوق الهزل مرت وشافتهم مطاعي يم البنين الأربعة تشهد لك الناس ما صار باليوث الحرايب مثل عباس خلى الارض روس جثث امطه مداش روس الاعادي وغلق الميدان صب ماذا تقولين يا أم البنين قالت أنا يا ليت عند من الولد سبعين مولود بالمرجلة كله مثل عباس وتزو تنذبح وابن المصطفى أهل دياره يعود سالم يرد وتعود زينب والنساوي تقول أولا يا دولا دولا دربع والناس بيهم يحسدوني والله يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني يا ويلي يا ويلي بفرد ساعه على الغبر فارقاني وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال عز من قائل في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون امنا بالله صدق الله العلي العظيم اطروا مجالسكم بذكر الصلاه على محمد وال محمد في هذا الخطاب الإلهي من سورة النحل الآية السابعة بعد التسعين دعوة إلهية للبشر للبشرية كافة بجنسيه الرجال والنساء أن يتسابقوا بالعمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى هنا يدور سؤال أيها المؤمن، هل يمكن للمرأة أن تتفوق على الرجل في ميادين المعرفة والعمل والتقوى والجهاد بحيث أنها تصل إلى ما قد يعجز عنه الرجال كما وصلت هذه السيدة الجليلة ام البنين سلام الله عليها قبل الاجابه على هذا السؤال لا بد لنا ان نقف على نقطتين لتعلقهما بهذا الامر النقطه الاولى هي تساوي الرجل والمراه في القيمه الانسانيه والاجتماعيه النقطه الثانيه هي معايير ومقاييس التفاضل بين الرجل والمراه النقطه الاولى اشرنا الى تساوي الرجل والمراه في القيمه الانسانيه يعني هل ان المراه تساوي الرجل اي انها انسان كما ان الرجل انسان ايها المؤمن المعروف في الحقبة السابقة التي سبقت الإسلام كيف كانت المرأة هان كيف كانت المرأة استعبد كيف كانت المرأة لا يقام لها وزن ولكن لما جاء الإسلام رفع شأن المرأة وجعلها في مصاف الرجال من الناحيه الانسانيه والاجتماعيه لو عطفنا ذلك على كتاب الله جل وعلا لوجدنا ان هذا الامر واضحا جليا يعني من ناحيه تكوينيه موضع تكوين الرجل هو موضع تكوين المراه. القران يقول فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب في جانب آخر يقول فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يعني موضع تكون الرجل هو موضع تكون المرأة إذا هما على حد سواء إنما خلق الرجل بهذه الكيفية من الرجولة والقوة للسعي والكاد وخلقت المرأة بأنوثتها وعاطفتها ومحبتها حتى تكون مكملة للرجل فلا هي دون الرجل ولا الرجل أعلى من المرأة أيها المؤمن هذا جانب الجانب الآخر الهدف والغاية من خلقة الرجل والمرأة هي الوصول إلى مرحلة التكامل في عبادة الله جل وعلا الباري سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ليعبدون شنو معناته قال العلماء الا ليعرفون يعني ان الله جل وعلا يعبد بالمعرفه لا بالتقليد والمعرفه تقود الى الاعتراف والاعتراف يقود الانسان الى الامتثال وطاعه الباري جل وعلا هذا موضع اخر ان الدعوه ايها المؤمن للعباده جاءت على حد سواء للرجل وللمراه ايضا كذلك العدو المتربص ليس للرجال دون النساء ايها المؤمن التحذير ولد من قبل الباري جل وعلا بقوله ان الشيطان للانسان عدو مبين عاده حينما ترد كلمه الانسان او ترد كلمه الناس او يا بني ادم او يا ايها الذين امنوا انما هي تشير الى الجنسين على حد سواء للذكر والانثى يقول بيوم من الايام كانت ام سلمه رضوان الله تعالى عليها ام المؤمنين جالسه وإذا بها تسمع الرسول صلى الله عليه وآله ينادي على المنبر يا أيها الناس وكانت إلى جانبها الماشطه جاريه تمشط شعرها فقالت للجارية استأخري عني حتى اسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وآله فقالت لها الجارية انما عن الرجال دون النساء قالت لا أنا من الناس أم سلمة واعية امرأة تعرف الخطاب وكلمة الرسول صلى الله عليه وآله يا أيها الناس إنما دعا بها الرجال والنساء أيها المؤمن إذا العدو المتربص الشيطان ليس فقط للرجال دون النساء فحبائله وشراكه ومكائده هي منصوبة للذكر والأنثى على حد سواء منذ ان تعهد للباري جل وعلا في ذلك اليوم فقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وهو يتربص للانسان والانسان في حال فرار من مكائد الشيطان ايها هذا جانب ثالث الجانب الرابع رأينا أن الدعوة القرآنية في الإحسان ورعاية الوالدين إنما هي للذكر والأنثى على حد سواء حينما يقول الباري جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن في جانب آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا في جانب ثالث أيها المؤمن الباري جل وعلا يقرن طاعته بطاعه الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اذا الامر موجه للرجل وللمراه على حد سواء في رعايه من هم اصل جعلهم الباري جل وعلا في وجود هذا الإنسان وكمكافأة ورعاية لما بذلاه من خدمات للولد منذ صباح إلى أن يكبر يكون عليه أن يرد هذا الجميل أيها المؤمن هذا جانب كذلك وجدنا التوجيهات الإلهية العبادية المعاملاتية شاملة للرجل كما هي شاملة للمرأة أيضا يعني في الجوانب العبادية مثلا الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على الرجال والنساء الصلاة على الرجال والنساء كذلك الزكاة الحج وكذلك المعاملات أيها المؤمن من المساوقة البيع والشراء، المزارعة وغيرها من الأمور أه؟ حينما ناتي الى الاوامر الالهيه لله سبحانه وتعالى "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كذلك في قضيه المعامله ما بين الرجل والمراه يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا بعد هذه المقدمه خلص الينا انه لا تمايز بين الرجل والمراه فهما على حد سواء اذا وقفنا على هذا الامر ننتقل الى الامر الاخر ايها المؤمن ما هي معايير ومقاييس التفاضل ما بين الذكر والانثى او ما بين الرجل والمراه الله سبحانه وتعالى جعل لنا مقاييس غير مقاييس الدنيا، قد تكون مقاييس الدنيا على الموقع الاجتماعي على موضع سياسي او على غيره، لكن تقدير الله جل وعلا انما يعرف من خلال اربع نقاط ايها المؤمن، النقطة الاولى انه الاساس في المقياس في التفاضل عند الله جل وعلا هو عامل التقوى، شلون عامل التقوى؟ يعني ان ايهما من الرجل او المراه كان اتقى لله جل وعلا فهو افضل عند الله سبحانه وتعالى، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ايهما كان اتقى لله المراه او الرجل يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى وهو امر طالما اكد عليه الرسول صلى الله عليه واله حيث قال لا فضل لعربي على اعجم ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني اي انسان يتوجه الى الله جل وعلا بإخلاص في العباده والبعد عن المعصيه وما يسخط الله جل وعلا ان كان رجلا او امراه فايهما يكون اتقى يكون هو الاقرب الى الله جل وعلا وراينا التاريخ وراينا القران تار يبرز لنا مقام المراه كمريم المقدسه سلام الله عليها التي اخلصت لله جل وعلا فيخاطبها يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين عندنا الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فلا مريم وغيرها كان الرسول صلى الله عليه وآله يخط للمجتمع أربع خطوط فيقول تكامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربع وهن مريم ابنة عمران آسيا ابنة مزاحم خديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد ويقول افضلهن عالما هي الزهراء ويقول فاطمه سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين ويقول فاطمه سيدة نساء اهل الجنه اذا المراه قد تسبق الرجل ايها المؤمن في باب العمل والتقوى كما تقدمت الزهراء كما تقدمت خديجه اسيا مريم وكما تقدمت زينب سلام الله عليها فاطمه المعصومه سلام الله عليها وكذلك ام البنين عليها افضل الصلاه والسلام هذا جانب اول الجانب الثاني هو الجانب العلمي هذا مقياس من مقاييس الهيه ايها المؤمن ايهما يكون اعلام ويكون باخلاص فهو افضل عند الله جل وعلا لأن الباري جل وعلا ضرب لنا مثلا بتشاء قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الرسول صلى الله عليه وآله يقول أكثركم مقاما أكثر أكثركم قيمة أكثركم علما واقلكم قيمه اقلكم علما كذلك يقول امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام لا شرف كالعلم ولذلك هل العلم مختص بالرجل ام انه للرجل والمراه على حد سواء لا العلم ايها المؤمن اوجبه الاسلام كوجوب كفائي يعني اذا قام به البعض سقط عن البعض الاخر لانهم يغطون حاجه للمجتمع ايها المؤمن فقال الرسول صلى الله عليه واله طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه كما يغطي الرجال جوانب علميه سواء الجوانب الدينيه لحاجه الناس الى الحكم الشرعي وكيفيه عباده الله وهو الاهم كذلك الجانب الاكاديمي لان المجتمع يحتاج الى المهندس يحتاج الى الطبيب يحتاج الى عالم التجاره، عالم النجاره، عالم الصناعه وغيرها من الامور التكامليه والضروريه في المجتمع ايها المؤمن أه؟ هذا جانب من جوانب التفاضل كذلك جانب من جوانب التفاضل العمل كيف لا كمن؟ شلون كيف لا كمن؟ لأن الله جل وعلا لا ينظر إلى كم العمل أي كثرة العمل ولكن ينظر إلى نية الإنسان هذه وين نجده في كتاب الله جل وعلا حينما يقول الباري جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله هذا الكيف أيها المؤمن لا نريد منكم جزاء ولا شكور وإلا تصدقوا بكم خمسة أقراص ما قيمتها درهم واحد على اصطلاحنا مائة فلس يعني مثلا هذه قيمة أيها المؤمن عند الله جل وعلا تجلت فارتفعت وهناك من يبذل كالجبال أموال ولكن لا ينزل فيه قرآن ولا ينوه به الرسول صلى الله عليه واله، ليش؟ لان ربما كان ذلك مع حب الظهور او السمعه او الرياء او غيره من الامور ايها المؤمن، لكن اذا كان الكم مع الكيف قد اجتمع فنعم، والا الميزه عند الله جل وعلا دائما بالكيف يعني حاله النيه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اذا القران ايها المؤمن يؤكد على ضروره الكيف اي الاخلاص في النية في العمل فانه يميز العامل به سواء كان رجل او امراه ان كانت امراه تكون اقرب الى الله جل وعلا او الرجل فيكون اقرب الى الله جل وعلا باخلاص عمله رابعا ايها المؤمن نفع الناس كذلك الذي يميز عمل الانسان من ذكر او انثى هو ما كان فيه نفع للاخرين يقول الامام الحسن العسكري عليه افضل الصلاه والسلام خصلتان ليس فوقهما شيء الايمان بالله ونفع الاخوان يسال الرسول صلى الله عليه واله عن احب الاعمال الى الله جل وعلا قال ما نفع الناس به الناس هذا خير الاعمال ما ينفع به الناس هذا الذي يميز عند الله جل وعلا طبعا الذي ينفع الناس مو كل العمل لا العمل الذي فيه رضا الله جل وعلا من حب اطعام الطعام ورعايه اليتيم وبناء المساجد وغيرها من الاعمال التي تنفع الناس من ايواء الايتام وغيرهم ايها المؤمن أه؟ هذا جانب نقول هو جانب تفاضل عند الله جل وعلا لا مقاييس الدنيا ونقول ان ام البنين سلام الله عليها ما رفعها الى هذه الذروه هي اخلاصها في عملها وسعيها لنيل رضا الله جل وعلا ونيل رضا الساده الهداة من ال رسول الله صلى الله عليه واله. ولعلنا في الليله القابله موضوعنا راح يكون خاص حول ام البنين سلام الله عليها، اذا هذه المراه اخلصت وسبب رفعه شانها اخلاصها لله جل وعلا، ماذا يقول فيها العلماء؟ يقول كانت امراه عارفه بمقام اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام وهذه المعرفة جعلتها توفي للزهراء سلام الله عليها في ابنائها لانها تعلم ان ابناء الزهراء هم اهل العصمه من فرض الله طاعتهم ومودتهم فما قدمته لابناء الزهراء كان وفاء لفاطمه سلام الله عليها اذا هذه المراه تفانت في سبيل الله وفي خدمة اهل البيت حينما وردت الى دار امير المؤمنين قالت والله لاكونن كالام الرؤوم لابناء فاطمه سلام الله عليها وخادمه في دار الزهراء سلام الله عليها، لكن خلينا نشوف ام البنين سلام الله عليها. كيف كانت تترقب الضعينه حتى علمت باستشهاد الحسين في يوم استشهاده فاقامت على الحسين عليه السلام ماتم العزاء تبكي على أولادها وتترقب عودة الضعين أما الضعين فلما أناخت بكربلاء بعد رحلة طويلة عادت الى كربلاء لكن عادت الى قبور بعد ان فارقت كربلاء والاجساد على بوغاء لا مغسلين ولا مكفنين قامت وألقت بنفسها من على الناقة بعد ما بها طاقة زينب أن تنزل من على ناقتها يقول الدمستاني رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري زينب كانت تقوم من على قبر الحسين وتأتي إلى قبر العباس فتارة تنادي وأخاه وحسين وتارة تنادي وأخاه عباس لما نظر اليها الامام السجاد خاف على عمته ان تموت جاء اليها عم زينب قومي بنا الى ارض المدينة قالت يا ابن اخي ومن ذا بقي لي بارض المدينه ها هنا دفنا أهلنا أعزتنا من بقي لي بأرض المدينة عادة المسافر إذا عاد يستقبله أهله من يستقبلنا قال عم العليل لا تتشوق إلى لقائنا عما عمنا محمد يبكي على فراقنا عما عما ان ام البنين متشوق الى لقائنا قالت انا بيا وجه طبت المدينه شقال للي قال حسين وين شقال لالي من النار أخاك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا رايس واخويا النفي القطعه ويمين يا ابن اخي انهم اذا ينتظرون منا تحفه ماذا لا ناخذ لهم؟ قال عما أخذ لك من دم الأحباء بتحفتك وخاطب الجاد هذه تحفة السفر يقول سارة الضعينة حتى اذا وصلت على مشارف المدينه ضرب الامام رحله قال يا بيش رحم الله اباك فلقد كان شاعرا اتحسن شيء من الشعر قال بلى اني لشاعر قال امضي الى قبر جدي وانعى ابي يقول جاء صعد على ربوة ونادى يا أهل يا بلا لا مقام لكم به قتل الحسين فأدمع مدرار الجسم منه بكربلاء مضر والرأس منه على القناة يدار يقول التفتت زينب قالت يا ابن اخي من هذا الناعي قال عم هذا بيش ينعى أبي عند جدي وأمي الزهراء قالت لا يا ابن أخي أنا أولى بالذهاب أنا أولى بتعزية جدي وأمي في أخي الحسين عم زينب ماذا تريدين أن تصنعي قالت انا لنشعر قميص حسين فاقد راس ونعي, ونعي وادخل للمدينه بدم اخويا وفيض الدمعي دمعي دمعي وقل يا يمه من سمعتج تصرخين انكسار ضلعي سمعت ضلوع تحت الخيل يا يمه اتكسر يقول وصلت الى قبر رسول الله نادت بعالي صوتها جد يا رسول الله ليتك كنت حاضرا وحسينك مطروح على بوغاء كرمنا تعلوه القيام ببواترها وتعلوه الخيل بحوافرها وهو جثة بلا رايا يقول خبرت جده بالجرى وللطهر راح تعثر بممشيها وفوق القبر طاح تلثم ترابه ومن صميم القلب صاح قعد يا يما عن عزيزك بشرح الحاء يلا إذا كان تتحمل إذا كان الزهرة ما تتحمل صوت زينب وهي على الحسين الحزن تقل هذا وما شرب قطرة مية ولعبت على صدره يا يم العوجيه خرت الحورة على القبر ودموعها همالة تقلها يا يما مدللك داس الشمر بن غاله يقول لما انتهت زينب الوين توجهت يقول توجهت إلى دار الحسين تلك الدار الخالية التي يعلو عليها الغبار دخلت إلى الدار نظرت إلى أطلالها جعلت تخاطب الدار يا دار حاجيني وحاتين يا دار بجيني وبجي يا دار يا دار وين حسين راعي سمع الهاشميون يقول تقاطروا على دار الحسين عليه السلام تقدم تلك العليلة دخلت إلى دار والدها وهي تنادي عمة زينب أين أنت يا عمة لا تعرف عمتها تغيرت عمتها يقول لما نظرت إليها زينب توجهت اليها اهبها الحياه لن زينب لفت لفتها ضمت بت اخوها وقبلتها والله أثار العلي لما معرفتها يا 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 حرة أنت يمنين يقول انكسر قلب العقيلة زينب العليلة لا تعرفها يقول بجات زينب صاحت يا عيوني يا عيوني أشوك لكم بعد ما تعرفوني والله أنا عتبة على أخواني لضيعوني يقول بينما هي كذلك وإذا محمد قد دخل إلى الدار لكن مر على زينب وهي جالسة على الأرض حتى وقف على زين العابدين يقول يابن ابن أخي يا 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 أين أختنا زينا يبقى اللعم تلك الجالسة في تلك الزاوية نظر إليها محمد متغيرة الأحوال شاب شعرها احدودب ظهرها انتحل بدنها أنت زينب الهاشمية يقول رفعت رأسها قالت محمد لا تنادني بهذا الاسم ولكن كلما رأيتني فقل زينب المسبيه. تقول لي وحقك يا محمد ما عرفتني لأن المصايب شايبتني لو أنك وسط المجالس شاهدتني ما كان يا محمد لمتني والله لو ما خافت موت إن شان متنى أثر جمصات الور متنى يقولون زينب سلام الله عليها قالت لجاري قفي على الباب ولا تدخلي علينا إلا امرأة فاقد نعزيها وتعزينا بينما هي كذلك وإذا بامرأة نادي صاحت صايات آيا فاقد طيّا والله وحشة يا دار الأحباب هناك كسم الصرخة ورا البياب أنا مع بس جيت جلوت فتري يقول خاطبتها الجارية تقول لها يا امرأة إن كنت شامتة فزينب لا تستقبل شامتة يقول رفعت صوتها أم البنين تقول أنا مو شامتة مو شامتة أنا أم البنين أنا مو فاقدة واحد فاقدة اثنين أنا جيت واشيكم بالحسين يقول سمعت صوتها زينب قالت افتحوا الباب هذه ام البنين جاءت تعزينا يقول دخلت ام البنين ومرت على زينب وهي لا تعرف زينب عادت مع عباس يا زينب ترى وسئلت النسوان من هاي المرا يعني زينب هالكثر متغير يقول زينب لما نظرت الى ام البنين صاخت انا يا ما انا زينب وحقك ما تعرفيني لان المصايب شيبتني وصوبت عيني وفقد حسين والعباس ضيع باقي سنين انت زينب ما الذي جرى شهب شعرك ودب ظهرك انت حل بدنك يقول الوت على يا ام البنين وضمتها الى صدرها والله وتصيح يا زينب تلطم على الراس ومن المصيب ام البنين تصعد انفاس لحسين وين يدود يعوين عباس فرسان غالب وين عنك يا زكية جي عندها سؤال ام البنين موجه الى زينب تقولها سيدتي عندي سؤال تفضلي يا ام البنين هل بيض العباس واخوته وجهي عند فاطمه زينب أصدقين الخبر القصر العباس في نصرة الحسين إذا قصر أنا أذهب إلى كربلة أقعد على قبره أعاتب أحرم عليه اللبن الذي شرب والله بالله اخبريني عن راعي المحنة عزنا وضمدنا لراح منه يا زينب كان من تراضين عنا انا لاقصد كرب لي وخرم حليب الشرب منه ماذا عندها جواب زينب تقولها لا يا معباس ما قصر العباس جاد وفا وما رجلا يا بالنواس يا بسمعي واش تقول الناس قطع وجفوف للشهيد وفضخه والراي يا شلون امرأة تسمع عن ولدها انه رفعت راس انه ما قصر اسمع كلام ام البنين سلام الله عليها تقول الحمد لله على نصيبي حلال عليك يا ولد حليبي أنا لا كنت أدرب بحليب هالوفاة بعد ربيت لك يا حسين خوان وتمنيتك ترد سالم لا لو أبا الفضل يا من أسس الفضل والاباء أبل الفضل إلا أن تكون له أبي يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه ويكشف السوء أما يجيبه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات، اللهم من على مرضانا بالشفاء العاجل يا كريم، اللهم انفك كل أسير وفرج عن المكروبين يا الله. اللهم رد كل غريب اقض دين كل مدين اقض حاجة كل محتاج أيد العلماء العاملين الربانيين وفرج عنا وعنهم يا كريم إخواني الحاضرين والمسببين لهذا الاستماع والاجتماع فضهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات سميتهم فرحتي شاركوني بسمتي يبعد الهم لما نشتم عطرديه عطرديه اي روحي مشتاقه وتحل وتارسي عيوني الحزن بيد شمعه قلب دمعة تواسبه تواسب ما ألقى مثل هم وين ما أمشي